والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله حقا وصدقا أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عبر أمين الوحي جبريل عليه السلام. كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، بل هو كلام أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. ما معنى منجم؟ متقطع، يعني حسب الأحداث وحسب الوقائع. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر، إن أنزله في ليلة القدر، أنزله في اللوح المحفوظ جملة واحدة، ثم أنزله منجما عبر الوقائع، معناها على إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال واحد كيفاش منجم، يعني عبر يعني مقسم حسب الحوادث والوقائع، ثم الله يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، فالجواب أنه أنزل جملة في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى السماء الدنيا منجما بحسب الوقائع وحسب على الأحداث. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعبده وعباده ولطفه بالمؤمنين، وهذا لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، قالوا لولا أنزل القرآن جملة واحدة، قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، ورتبناه ترتيلا لنثبت به فؤادك، تثبيت. فلو أنزل جملة واحدة لقضي الأمر، لانقضى الأمر، لكن الله عز وجل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الوحي أنزل عليه اقرأ، ثم بعد ذلك بعد مدة فتر الوحي، فتر بمعنى تنقطع وتوقف، فأسف النبي صلى الله عليه وسلم وحزن كثيرا، حتى أنزل عليه قوله، حتى أنزل الله عليه قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم ينقطع الوحي عنك يا محمد، يواسيه. ولذلك غضب، يعني أسف النبي صلى الله عليه وسلم، أسف وحزن بانقطاع الوحي، لأن نعمة عظيمة وأعظم منا أن ينزل الله كلاما جل وعلا فيخاطب به عباده المؤمنين. فإذا أراد الإنسان أن يكلم الله جل وعلا فليصلي، وإذا أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، فإن القرآن أنزل على يعني ليتدبر المؤمنون وليتفكروا فيه. الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء وبما شاء، فهو سبحانه وتعالى يعني لا يزال متكلما، وهذه كما قلنا بحسب الحوادث وبحسب الوقائع التي تجد وتستجد. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أيها الإخوة الأفاضل إن قول المصنف وإن القرآن كلام الله، إن هذه الجملة عطف يعني على مقول القول الذي معناها قاله في أول الكتاب، يقولوا بتوفيق الله المستقيمين أن الله إله واحد، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، والآن هذه صلى الله عليه وسلم، والآن هذه الجملة الثانية وإن القرآن كلام الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن الكريم، وإن القرآن كلام الله، منه بدأ، منه بدأ، يعني منه بدأ. وهذا القول فيه رد على المعتزلة، قول المصنف منه بدأ رد على المعتزلة، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو من الله، وقالوا إن القرآن إنما أضيف إلى الله، كلام الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، تشريف فقط، وليس معناها بدأ من الله، وإنما لما تقول ناقة الله، ناقة الله وسقياه، أو تقول بيت الله وإن المساجد لله، أو تقول أنه لما قام عبد الله، قالوا هذه إضافة تشريف فقط، وإلا ناقة الله معناها يعني تضاف إلى الله من إضافة تشريف، ومثلها مثل القرآن. لكن أهل السنة يقولون لا، القرآن كلام الله ليس فقط إضافة تشريف، بل إضافة معناها الأعيان إلى الله جل وعلا، فإن المضاف إلى الله يكون معان ويكون أعيانا، يكون معانيا ويكون أعيان. القرآن من صفات الله، ولا يمكن أن يكون شيء من صفات الله مخلوقا، لا يمكن أن يكون شيء من صفات الله مخلوق. أولا خلينا نتفق، الله سبحانه وتعالى يتكلم من صفات، معناها من أفعاله يتكلم ولا لا؟ نعم. نحن نقول نعم، المعتزل يقولون، يقول كلام الله القرآن إضافة تشريف، وإلا الله لم يتكلم،
نعم كلم، هذه من أدلة من الأجوبة على قولهم. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، في اللغة العربية إذا أكد الفعل بالمصدر دل على انتفاء المجاز وتقرر معنى حقيقة. وكلم الله موسى تكليما، لا يمكن أن يعني يصرف هذا المعنى المجاز أو أن يؤول، وإنما هو كلام حقيقة. وهذه من أقوى الأدلة وأصرحها في أثبات أن الله يتكلم، وأن القرآن من صفات الله، وأنه كلام الله، وأن من صفات الله الكلام. فإذا أثبتنا ذلك أن من صفات الله الكلام، فالقاعدة أيضا أن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وبالتالي لا يمكن أن يكون القرآن مخلوقا. حديث القدس يا عبادي نعم هو تكلم في الحديث القدسي هذا. نعم هذا حديث قدسي تكلم عن القرآن الكريم يقولون نعم، لأنه الحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن الكريم أن معناه الحديث القدسي من عند الله، لكن لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد يروى بالمعنى بخلاف القرآن لا يجزي روايته بالمعنى. وكذلك القرآن معجز، وأما القدسي فليس معجزا، والقرآن الكريم ثبت ثبوتا قطعيا بالتواتر بخلاف الحديث القدسي، فإن فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن. إذن الوصف بالتكلم من أوصاف الله عز وجل، وهو من أوصاف الكمال، يعني كل صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، وهذه قاعدة أيضا خذها في باب الصفات. كل صفات الله وكل ما يصف ما به نفسه فهو دال على كماله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أثبتنا الكلام لله فإن ليس في هذا انتقاصا، وليس في هذا عليكم السلام، ليس فيه تشبيها أو تمثيلا، وليس فيه وصفا لله بشيء لا يليق أبدا، بل إنه كلام، بل أن الكلام لائق. لذلك الآن لله المثل الأعلى في الدنيا بالنسبة للمخلوقين، الشخص الذي يتكلم وشخص الذي لا يتكلم هناك مفاضلة بينهما، هذا متميز وعنده خصلة زائدة على. فلله المثل الأعلى، الله عز وجل له كل صفات الكمال، وعدم الكلام هو صفة النقص، خلاف الذين توهموا أن في الكلام معناها تشبيها أو تمثيلا أو فيه نقص أو فيه وصف لله بما لا يليق، فأنكروا الكلام لله أبدا. قالوا إن الكلام يعني يحتاج إلى صوت وحرف، وذلك يحتاج إلى شفتين وحلق ونحو ذلك، معناها توهموا، وهذا قال خاص بالمخلوق، والله منزل عن التشبه بالمخلوق، فننفي الكلام عن الحق بالضبط. إذن أولا هم شبهوا ومثل الله بالمخلوق، ثم بعد ذلك أداهم هذه اللوازم التي تترتب على التمثيل والتشبيه، أدت بهم إلى القول به إما بالتعطيل نفي الصفة بكلية أو بماذا؟ بالتأويل. معتزلة عطلوا قالوا الله لا يتكلم. الأشاعرة أول قالوا كلام نفسي، كلام نفسي معنى قائم بالله عز وجل، معناها أوحى به إلى محمد وعبر به من عند نفسه محمد، وليس كلاما لله حقا، وهذا التأويل. نعم. كذلك الإباضية يا شيخ. الإباضية ماذا يقولون؟ يقولون أن الكلام مخلوق. مخلوق نعم. الإباضية قولهم كما معتزل تماما. لا نعم نعم، مذهب الإباضية ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة القول بخلق القرآن. الإباضية فرقة من فرق الخوارج، تفريع فرع تفرع عن مذهب الخوارج الأكبر، وإن كانوا ينكرون هذا ويتهربون ويتهربون ويعني يتنصلون ولا يحبون أن ينسبوا إلى الخوارج، لكن هذا هو واقع. هذا واقع، وهذا التاريخ، الأزارقة وغيرهم فرق من فرق الخوارج، وهذا مثبت في التاريخ والسيرة. إذن القول بخلق القرآن هو قول المعتزلة وقول الإباضية وقول الخوارج، والله سبحانه وتعالى يعني يتكلم تبارك وتعالى، وصفة الكلام من صفاته، وصفات الله صفات كمال، ولا يمكن أن يكون إثبات الكمال لله إثباتا لأي شيء فيه نقص أو معنى فيه نقص، والكلام من صفات الله، والقاعدة أن صفات الله ليست مخلوقة، فالكلام ليس بمخلوق. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل قال واتخذ، وهذا أيضا دليل على أن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم، وأن من صفاته الكلام سبحانه، وأن الكلام صفة كمال. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الكلام معناها صفة كمال، صفة صفة الله؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الإله يتكلم، على أن الله يتكلم؟ هم أنكروا أنه لا يتكلم. نعم، لا الله عز وجل أنكر عليه. لا في القرآن. شكون
أنا قيل ألم يروا أنه لا يكلمهم. وش هم اللي قالوا هذا؟ لا يا ربي في القرآن. ربي قال هذا. ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يهديهم سبيلا إلى العجل. أما هذا دليل أنه لو كان إله لكلمهم. أحسنت هذا. هذا يعني الله عز وجل يعني يوبخهم ويثرب عليهم هذا الصنيع اتخاذ العجل إله ويلومهم على هذا الشيء. ومعناها نعم ويفحمهم بالحجة يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم. يعني لو كان إلها حقا لكلمه. إذا الإله الحق يتكلم سبحان الله. هذا معناه مفهوم كلاما يليق بجلاله. نعم. إذا قال فكان عباد العجل مع عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. لم يقولوا لموسى حين قال له حين قال الله عز وجل وحين معناها موسى أجابهم أن الله سبحانه يتكلم وهذا العجل لا يتكلم. لم يقولوا لموسى وربك أيضا لا يتكلم بل أقروا بل معناها يعني التزموا هذه الحجة وقامت عليهم هذه الحجة. فحين قالوا أن الإله الحق يتكلم وهذا لا يتكلم سكتوا. ولو كان الله لا يتكلم لأجابوه قالوا وربك أيضا لا يتكلم. ما الفرق بين العجل وربك؟ إذن لم يقولوا هذا لعلمهم أن الله يتكلم. ولذلك كانوا أعقل وأعرف بالله من المعتزل الذين أنكروا الكلام لله. ثم قال الله أيضا جل وعلا أوى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نفس المعنى في سياق آخر في سورة طه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا يعني لا يكلمهم ولا يخاطبهم. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العشر. لو كان العجل إلها لتكلم. فعدم التكليم وعدم رجع القول صفة نقص. والله منزه عن صفات النقص. والله عز وجل يتكلم لأن الإله الحق يتكلم. وإلا كيف تثبت الأحكام الشرع لو لم يكن الله يتكلم. ثم كما قلنا إن الآية صريحة قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله. ولذلك كما قلنا بماذا يردون على هذه؟ يقولون هذه إضافة إيش؟ تشريف. لا كلام الله يقول لكم مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله إضافة تشريف وليس معناها أنه بدأ من الله وإنما هي إضافة تشريف فقط. نحن نقول إن الإضافة تكون إضافة تشريف وتكون أيضا إضافة أنها حقيقية أن الكلام صادر عنه. إذن وغاية شبهتهم أنه يقولون يلزم من إثبات الكلام التشبيه والتجسيم. وعليكم السلام ورحمة. فيقال لو إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. بالضبط مثل القاعدة مثل سائر الصفات يجيك المؤول يجيك المعطل وعليكم السلام يجيك الأول في صفات ربي يقول لك راه يلزم من إثبات هذه الصفة لله يلزم منها تشبيه الله بالمخلوق ويلزم منها التجسيم. جي تقول له الله عز وجل في السماء يقول لك يلزم منها التجسيم لأن السماء جهة والجهة خاصة بالمخلوق والله منزه عن التشبه بالمخلوق. شوف اللوازم. إذن هو توهم التشبيه. نقول له الله في السماء لأنه هو أخبر عن نفسه ومن أصدق من الله قيل. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه في السماء في موضعين. والحديث في صحيح مسلم قال الرجل الصحابي ضرب جاريته ثم شعر بالندم وتأنيب الضمير كما يقال فأراد أن يعتقها ثم أراد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها ولا لا. فقال علي بها نادها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان. والحديث في صحيح مسلم حديث لا شك. تفضل أستاذ بالنسبة أن امرأة أعرابية نعم في مقام الجارية نعم يكون قولها دليلا على التوحيد إنما جارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنها مؤمنة بالله تعالى وعلى أنها غير ناظرة لإله الأصنام. أراد أن يتحقق منها النبي لا إقراره لها هو إقرار لمعنى عام بكلمة فيه. إذ هذا لا يعلمه أنا ذاك لا عمر ولا أبو بكر فكيف نحن مجاري. ما دليلك أنها مجارات لها والقاعدة أن البيان أنه لا يجوز تأخير البيان نعم عن وقت الحاجة نعم وهذا موضع بيان نعم. ولو كان المعنى موهما أو لو كان معنى والصحابي شاهد ليس فقط الجاري العربي بل الصحابي أيضا شاهد وسكت النبي إذن كان سيلتبس الأمر على
لا، القضية إذا كانت محصورة في هذا النص، ولكن النصوص متوافرة فيما ذكرتموه من كتاب الله وسنة نبيه، فكانت المرأة ومنه هذا النص. نعم. والإشكال أن المتكلمين لم يستدلوا كما تفضلتم على الأقل بهذا الإيراد، بل ضعفوا الحديث. نعم نعم، مش حتى معناها لم يوجهوه، ضعفوه وهو في وصل. إذن والأدلة في أكثر من معناها من هذا، منها ما سبح اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكلام إلى غير ذلك، سيأتينا في مبحث العلوم. إذن الشاهد أن إحنا ماذا، ما الذي جرنا الكلام عن مسألة العلوم؟ صفة الكلام. كيف احنا استدلنا بهذا الحديث؟ قلت في كل الصفات لما نعم في كل الصفات احسنتم. نعم، ولذلك قال نعم احسنت، يقول المصنف قال فغايه الشبهات يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. اذا القاعده كما قال مالك رحمه الله حين سئل كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وهذه القاعده يعني التي يطردها المؤمن في سائر الصفات، وصارت معناها قولة مالك رحمه الله يعني صارت قاعدة كما قلنا في سائر الصفات، يعني إقرار بالجهل بالماهية أو الكيفية اتصاف الله بالصفة مع إثباتها، إثبات الكيف أو الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب ومعلوم المعنى، لكن الكيف هو الذي يجهله الإنسان لأن عقله قاصر، لأن عقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه الأمور، ولأن الله لم يخبرنا بكيفية اتصافه بالصفة معنى على الوجه الذي يتصف بها سبحانه وتعالى. نحن لم نراه، نحن لم نرى الله نعم عز وجل في الدنيا، ونراه إن شاء الله تعالى في الآخرة إذا دخلنا الجنة. إذن قال ونقول لهم الله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ثم قال ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن نحن نؤمن بهذه الآية ولا لا؟ القطع هي من كتاب الله عز وجل، ونؤمن أن الأيدي تتكلم ولا لا يوم القيامة؟ كيف تتكلم الأيدي؟ الأيدي تتكلم؟ نعم الأيدي تتكلم. هل نؤول هذه ولا نقول كلام نفسي ولا لا؟ لا نقول الأيدي تتكلم كما يليق أو كما يعني أراد الله وكما شاء الله وعلى مراد الله عز وجل. نؤمن بهذه الآية على مراد الله، وهذه كلمة الشافعي رحمه الله النفيسة، قال نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله. فإذا قال وتكلمنا أيديهم، فنحن نؤمن أن الأيدي تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. إذن لا نعلم كيف تتكلم. وكذا قولهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر وكل ذلك بلا فم يخرج منه صوت صاعد من الرئة. علاش قال بلا فم يصعد منه أو يخرج منه صوت صاعد من الرئة؟ لأن هذه غاية حجتهم، غاية حجتهم أن إثبات الكلام يلزم منه إثبات الرئة والشفتين وكلام، وهذه أمور كما قلنا يعني يلزم منه التجسيم، لأن الكلام لا يقول إلا عن فم وشفتين ولهات ونحو ذلك من آلات التنفس. نعم نقول هذا لا يلزم. ألا تروا أن الحصى ألم يتكلم الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى تكلم. هل احتاج إلى فم ورئتين وشفتين؟ لم يحتاج. وكذلك أليس اليوم القيامة تتكلم الأيدي؟ وأليس كذلك معناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه، ثم إن الجذع أيضا حنى، وإن الدابة التي كان صاحبها يعني يرفع عليه الأثقال ومعناه يكلفها ما لا تطيق اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إلى دابته، ويعني كلموا وإن معناها وهذه معناها بعضها جمادات وبعضها معناها حيوانات وكذا. نؤمن بذلك لأننا لا نعرف كيفيته، لأننا نصدق بالنص ما دام صح الحديث. وكذلك نؤمن أن الله يتكلم لأنه قد صح الإخبار الرب تبارك وتعالى قال فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما الكيفية والماهية الصفة ونحو ذلك هذه التي لا نخوض فيها حتى لا نقول على الله ما لا نعلم، حتى لا نتكلف علم ما لا نفقه، حتى لا نتقول على الله عز وجل. إذن ولذلك يقول الطحاوي منه بدأ بلا كيفية قولا. هنا قوله بلا كيفية ليس المراد نفي الكيفية، وإنما المراد نفي علمنا بالكيفية، وإلا اتصاف الله عز وجل له كيفية نحن لا نعلمها لا نفقهها، يعني لا نقول بلا كيفية بمعنى نفي الكيفية،
فلها كيفية علمها عند ربي تبارك وتعالى. ثم أيضا من أدلة إثبات الكلام لله أن المصدر إذا يعني أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإن هذا دليل على حمل المعنى على الحقيقة الثابتة، وفي ذلك نفي للمجاز. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، هذه قصة ذكرها المؤلف الشارح رحمه الله، قال قيل لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله عز وجل، وكلم الله وليس وكلم الله موسى، بحيث يكون الله هو المفعول به معنا، يعني يكون موسى هو المتكلم. فأجابه الشيخ أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قال هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا تصنع به الآن؟ هب أني كل هذا معناه انظروا معناه من قال فبهت المعتزي الذي أراد معناه يعني ما عنده مشكلة يحرف حتى الآية، معناه لم تقرأ أبدا ولا قراءة شاذة وكلم الله أبدا، لكن أراد من هذا الإمام الحبر أحد القراء السبع أن يقرأها على هذه الصفة، فوفقه الله وألهمه الجواب السديد، فقال هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا يمكن تأويلها. ثم إذن الكلام معناها كلام الله عز وجل معناها متضافرة به النصوص، والله عز وجل يتكلم أيضا في الآخرة يكلم المؤمنين، نقول تعالى سلام قولا من رب رحيم، وكذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، قوله أيضا من فوقهم، قال فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. إذن ماذا يقول الله تعالى لأهل من ذلك الموقف؟ السلام عليكم يا أهل الجنة. ثم هذا نعيم عظيم سبحان الله، يعني الذين يقول بعض أهل العلم إن الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة يخشى أن يعاقبهم الله بأن يحرموا رؤيته جل وعلا، والذين كذلك ينكرون تكليم الله للمؤمنين السلام عليكم يا أهل الجنة يخشى أن يعاقبهم الله بهذا الأمر. الجزاء من جنس العمل، نحن لا نتأله على الله قد معناها يعفو الله عنه، لكن يخشى عليه لأنه معناها ينكر شيء أثبته الله لنفسه، أنت لا تثبت شيء لم يثبته الله لنفسه، ولا أيضا تنكر شيء أثبته الله عز وجل لنفسه. إذن في هذا الحديث، هذا الحديث العظيم، نتم لفظ الحديث، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم من في ديارهم، رواه ابن ماجه وغيره. إذن هذا الحديث فيه إثبات ثلاث أمور: صفة الكلام لما يقول السلام عليكم، وإثبات الرؤية قال فينظروا إليهم وينظرون إليه، وإثبات العلو أيضا حين قال من فوق. تفضل شيخ، ما تعلمنا أن نريد معنا أن ندقق في مسألة المعلومات والأدلة كثيرة والحمد لله، لكن إشارة إلى هذا الحديث فقد نبنى عليه العلماء أن الحديث ضعيف لا يثبت. أحسنت، قرأنا الحاشية. طيب الحاشية المجنة عندي تفضل ضعيف أخرجه ابن ماجه وكذا أبو نعيم في الحية وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلوم، فيه أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله ابن عبيد الله قال الذهبي واهن على الفضل النقاشي وهو مهم الحديث كما في التقريب، ومنه يتبين أن قول الشيخ أبو شاكر فيما يأتي إسناده جيد غير جيد، فورده ابن الجوزي في الموضوعات وإلى آخر الموضوع في رمي العالي، ثم قال موضوع به موضوع وتعقبه السيوطي في لائب أن ابن ماجه أخرجه هذا لشيء بأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة نحمه، وفيه سليمان ابن أبي كريمة قال سيوتي قال ابن عدي عامة أحاديث مناكير ولم أرى المتقدمين فيه كلام، قلت وضعفه أبو حاتم كان في جرح وتعديل، قلت هذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاش تبرد بالحديث فلا يرفع عنه ضعف ولا بعد. أحسنت، انتهى التعليق؟ أحسنت، هذا اللي من الحشري؟ عندي أنا التعليق خرج الأحاديث شيخ الألباني. شيخ الألباني، أحسنت، جزاك الله خير. احنا عندنا كذلك حاشية الشيخ شعيب الراهوت يقول أخرجه ابن ماجه في المقدمة والزيادتان منه وأبو نعيم في الحلية
والبزار من حديث جابر بن عبد الله، وفي سنده أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله بن عبيد الله، لين الحديث كما في التقريب. وشيخه فيه الفضل بن عيسى الرقاشي منكر الحديث، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، والبوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى ابن أبان الرقاشي رحمه الله. وكذا قال الهيثمي في المجمع، وأورده السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي حاتم والأجري في الرؤية، وابن مردوية، ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة الفضل ابن عيسى. حسنا، إذن إذا تقرر أن هذا الحديث ضعيف سقط الاستدلال به، لكن النصوص الأخرى في إثبات الثلاث صفات هذه التي استفادها ابن أبي العز من الحديث، وهو صفة الكلام وصفة الرؤية وإثبات العلو، يعني متضافرة الأدلة فيها من النصوص الأخرى. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. هذا النص معناها يستفاد منه تكليم الله، لكون الله عز وجل أهانهم بترك تكليمهم، فالمراد أنه لا يكلمهم تكريمه الصحيح، لأن الله عز وجل أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن كلمهم الله عز وجل حين قال لهم اخسأوا فيها، لكن ليس كلام تكريم، وليس فيه تلذذ هذا الكلام، وليس فيه التنعم، بل بالعكس فيه معناها التقريع، وفيه معناها إهانة حين يقول لهم اخسأوا. إذن يحمل هذا المعنى حين قال تعالى: ولا يكلمهم الله، المراد لا يكلمهم كلام تكريم. لذلك كلام اخسأوا هذا إنما خرج على لغة العرب، وليس أن الله يكلم أهله كما كلم إبليس. قال إبليس الله سبحانه وتعالى ما كلم إبليس بالمطالعة والمباشرة، إنما هو تبليغ كما قال الله: يا آدم، وهو جاءه بالوحي، يا إبراهيم، هذا وحي الله سبحانه الذي ورد في القرآن، ليس بالضرورة هو مكلم كلام مباشرة. نحن نريد دليل يعني نعم يغنيك في الحجة يعني. لا، هذا الدليل أن هذا ليس كلام، إنما قصدك أنت معناها قال له معنى إخسأ، أو هذا قصدك؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن العادة القرآنية في إجراء الخطاب الرباني مع الأنبياء يقول: يا إبراهيم، مع أن الله لم يكلمه مباشرة، إنما هو الوحي عن طريق جبريل. على كل حال، ظاهر الآية حين قال إخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا مقول قول، قولك أنت أنه جرى على عادة العرب يحتاج إلى دليل. ثم هذا الاستدلال قريب منه استدلال الشافعي رحمه الله. ليش في القرآن يا إبراهيم الله سبحانه وتعالى؟ لا، نحن نريد هذا الموضوع، نحن نتكلم عن هذا الموضوع. اخسأوا فيها ولا تكلموا. نعم. قولك إنه هذا هذه العبارة اخسأوا فيها ولا تكلمون على معناها ولا تكلمون. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد؟ أنا أتكلم عن هذا الموضوع. سلمك الله. أتكلم عن هذا الموضوع. اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا تقوله العرب؟ لغة العرب التي جرى عليها القرآن. ليس بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر لفظ القول أنه يباشر المخاطب، لأن الله سبحانه وتعالى وما كان الله أن يكلم بشرا إلا من وراء حجاب أو يرسل رسول أو وحي. بالنسبة للأنبياء لا لا مش خلط يا سيدي، بشوي خلي بستدي فهمي، إذا كنت جاهلا سيوجهني كلنا نتعالى من بعض. نعم نعم، الخطاب القرآني له خاصيات عن بقية الخطابات. الخطاب القرآني يصدر الكلام من المولى جل وعلا على أنه مباشر له، بينما هو بينه وبين المخاطب ذلك الوحي الذي علمنا إياه القرآن. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول يا موسى يا إبراهيم، صرف النظر عن أن موسى كليم في خصوصيته، هذه قضية أخرى ونحن استمعنا لشرحك المفيد، وإنما قضية الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا إبراهيم فهو لا يخاطبه جل وعلا بكلام المصطفى بالكلام، هو موسى الكريم سمي بها، اصطفاه الله تعالى بذلك الكلام. فالخطاب القرآني في قضية اخسأوا فيها ولا تكلمون جاء الرد من الله سبحانه وتعالى، فليس أن معنى ذلك بالضرورة أن هذا الكلام كان بالمباشرة. هذا المقصود، هذا المقصود ليس بالضرورة. نعم، ليس بالضرورة أن يكون بالمباشرة، في احتمال أن يكون بالمباشرة، في ثمة احتمال يفعل الله ما يشاء. أيوة، أنت أوكلت العلم إلى الله. طيب، وأنا أيضا أقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا ما ورد به السياق
المهم أنه قريب من هذا الاستدلال استدلال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى في إثبات الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي رحمه الله استدل في إثبات الرؤية قال: حين حرمهم أو حين حجبهم عن رؤيته حال السخط دل على أن تمكين المؤمنين من الرؤية حال الرضا معناها ثابت، وهذا استدلال بالمفهوم، وهذا استدلال معناه لطيف من الشافعي رحمه الله. ابن أبي العز رحمه الله سلك نفس المسلك، قال: حين قال الله لهم، حين يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، لو كان كذلك لا يكلم المؤمنين لكان هم والذين يعني لا يكلمهم يعني أهل النار لكانوا سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. هذا استدلال بالمفهوم. ثم من الأدلة أيضا في إثبات الكلام ما أخرجه البخاري أو ما بوب به البخاري رحمه الله، قال في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق عدة أحاديث. وأفضل نعيم لا شك في الجنة كما قلنا، ومن أفضل النعيم بعد رؤية الله عز وجل تكليم الله عز وجل لأهل الجنة فيتلذذون بذلك ويتم معنى هذا النعيم المقيم وتقر أعينهم بتكليم الله عز وجل. يقول الشيخ: فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة، يعني إنكار تكليم الله عز وجل لأهل الجنة إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. فضل نصور ثم فرق بين الرؤية والنظر إليه. عندما نقول نظر إليهم ولا نظروا إليه ولا ينظرون إليه، فرق بين أن رآهم أو يرونهم. أن تصور ما هي الرؤية؟ نظر إلى وجهه الكريم. نعم. الرؤية هي اللفظ الشرعي، الرؤية. والحديث إن كان هذا ضعيف فينظر إليهم وينظرون إليه، قلنا إن الحديث ضعيف، لكن الرؤية هي بل النظر كذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر والرؤية كلاهما ثابت، نعم كلاهما ثابت بنصوص الوحي. قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. الآن سيشرع في أدلة معناها القائلين بخلق القرآن. قالوا: الله خالق كل شيء، وهذا غاية ما يستدلون به، وصيغة كل أو لفظ كل هنا يفيد العموم، يعني إذن يدخل فيه أيضا القرآن فإن الله خالقه. وهذا الاستدلال أيضا ساقط، فإن سبحان الله من أعجب العجب أن يستدلوا بهذه الآية على القول بخلق القرآن، على القول بأن القرآن مخلوق، ويخرجون ما هو مخلوق لله حقا وهو أفعال العباد، لأن المعتزلة يرون أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإن العبد يخلق فعل نفسه. خالفوا مذهبه حسن. إذا كان الله خالق كل شيء وهذه كل يطردونها وهي صيغة عموم مطلق، فلما لا تقولون إن أفعال العباد أيضا مخلوقة، وتقولون إنها مع أن العبد يخلق فعله، وهذا تناقض يعني. فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته وبه تكون الأشياء المخلوقة. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا الدليل كما قلنا معناها عموم، معناها استدلال بعموم كل شيء ليس في محل، لأن عموم كل في كل موضع بحسبه، مش دائما الكل تفيد العموم، بل في كل موضع بحسبه. ولذلك قول الله تعالى مثلا: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الريح تدمر كل شيء بأمر ربهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني الاستثناء هنا مساكن لم تدمرها الريح، مع أنه قال كل شيء. وإن كان بعض أهل العلم أجاب في هذه الآية نفسها بقوله تعالى إنه الله عز وجل قال بأمر ربها، معنى بأمر ربها أي أن المساكن لم تدمر بأمر الله عز وجل. إذن حتى هنا الذين أجابوا عن بهذه الآية أورد عليهم، يعني لما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إن المساكن لم تدمر إذن كل لا تفيد
كل اذا كل لا تفيد العموم. قالوا ان هذا معناها الاستدلال لا يستقيم لان الله قال تدمر كل شيء بامر ربها، فلعل المساكن لم يعني يامر الله ان تدمر، لكن معناها يقال بدليل اخر في حكايه الله عز وجل عن بلقيس واوتيت من كل من كل شيء. هنا صيغه او لفظ كل لا يفيد العموم لأن المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، يعني بلقيس لم تؤتى من كل شيء على عموم لفظ كل هذا، وإنما أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وكذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن كل هنا معناها كل الله خالق كل شيء، مراد كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق الله خالقه. أما القرآن فإنه لا يدخل في هذا العموم، قال وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. نعم هذا إيراد، قال الله خالق كل شيء، لو قلنا إن كل هذه تطرد على عمومها فيكون أيضا الخالق داخل فيه، داخل في لفظ كل، وهذا قطعا لا يقول به أحد، فالله عز وجل هو الخالق، ومعناها لا يكون داخل في اللفظ هذا كل لا يشمله. الكل لا تدخل تحت صفات الله والكلام صفات الله. بالضبط. أحسن. نعم. ولذلك قال هنا وصفاته ليست غيره. نعم. فالصفات الله عز وجل لا تدخل لأنه سبحانه هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ولا يتصور انفصال صفاته عنه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الطحاوي ما زال وأنزل على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس مخلوق بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. إذن قوله ما معناها الله عز وجل ما زال بصفاته، تقدم في العبارة السابقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، الله عز وجل معناها متصف بصفاته أزلا وأبدا، ولذلك الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فلا تكون معناها صفة مخلوقة، لا تكون مخلوق. الشيخ تفضل أخي. تفضل. الآية ذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. فقول اخسأوا رجعت إلى عموم هذه الآية مستثنات أن القول ليس هو الكلام. هذا هو سيدي. قطعت علي أردت أن ذكرت من الله. حبيت تقول التي يخسأوا فيها ليست معناها مقول قول. نعم هكذا يعني الله سبحانه وتعالى قادم على أي. أحسنت الله يفعل ما يشاء لكن يحتاج إلى دليل فقط. لا دليل، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. الصفة متاع الكافرين لا يكلمهم الله ويقولون حشر محجورة، هم تمنوا حتى الملائكة تكلم. نعم. والملائكة لا تكلمهم. إيه قول يخسأوا أقول معناها لا يكلمهم كما قال ابن العز قال كلام تكريم. نعم نعم نعم. لا يكلمهم كلام تكريم يعني ولذلك قال اخسأوا كلام إهانة في تقريع. ثم هل ثم نصوص أخرى فيها إثبات كلام الله لأهل النار غير هذا الحديث غير اخسأوا في القرآن؟ من يستحضر آية؟ لا الآية التي تقول قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لا يأتيكم الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة. أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. طيب إنكم ماكثون هذه آية تجريها أنت على نفس القاعدة. يعني القاعدة التي ذكرت عندها أن الكلام لأهل النار لا يكون لهم لا بالتشريف حتى التوبيخ يصل لهم بطريقة أخرى مقولية لأن الله نفع عنه يحتاج إلى دليل. هذا لا يكلمهم الله. أنا أقول يحتاج إلى دليل يعني يجيب لنا كلام السلف ما قبل، لا نريد أن نقول شيء لم نسبق إليه. نعم نعم بالضبط. نريد كلام يجيب لنا كلام من السلف قالوا إن المقصود معناه هناك أوحى إليهم بمعنى آخر غير التكليم. هذا هو يعني إذا أهلت من عندك جبتها ولا قرأتها عنها؟ لا أنا استحضرت الآية. أي ابحث المسألة هذه، ابحث المسألة هذه وتفيدنا لا بأس إذا كان معناها حتى ولو ابن أبي العز قد يكون معناها مخطئ في هذه المسألة والله أعلم، لكن نحن نقرأ الشرح على ما فيه. إذن وصلنا عند استدلال المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء، ثم الاستدلال الثاني إن جعلناه قرآنا
عربيا. هذا أيضا استدلوا به على أن القرآن مخلوق. قالوا إن جعلناه قرآنا عربيا بمعنى إن خلقنا، جعل هنا بمعنى الخلق عنده، وهذا استدلال فاسد. فإن جعل، يقول ابن العز، إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، تعدى بمفعول واحد، وجعل الظلمات مفعول به والنور معطوف. فكذلك قال قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أيضا هذا تعدى بمفعول واحد. فهذا هنا في هذا الموضع يكون جعل بمعنى خلق. وقوله أيضا تعالى وجعلنا في الأرض رواسية إلى آخره. وأما إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، مثل قول الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تعدى هنا جعل بمفعولين، فلا يكون هنا معنى جعل إيش؟ خلق. نعم. ومنه هذه الآية إن جعلناه قرآنا، الضمير هذا مفعول أول، والثاني قرآن مفعول ثاني، فهنا لا يمتنع أن تكون جعل بمعنى خلق. قال تعدنا مفعولين، هذه القاعدة. وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة، الله جسم الجلالة مفعول أول، عرضة مفعول ثاني، لا يكون هنا بمعنى خلق، لا يستقيم المعنى ولا تخلق الله عرضة عياذا بالله، وإنما المراد هنا لا يكون أبدا بمعنى خلقه، لأنها تعدت إلى مفعولين. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، أيضا من هذا الباب. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة، ليس بمعنى لا تخلق. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فمنه فهنا كذلك قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا من هذا الباب. لذلك قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى، هذا قول له أيضا، قالوا إن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة. قال الشيخ وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي هناك نداء، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي إن النداء كان في البقعة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من الابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. إذن أراد أن يقول إن استدلالهم هذا فاسد بقول إن الكلام معناه خلقه الله في الشجرة، وإنما هنا مراد بمنى لابتداء الغاية، سمع موسى أو نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي الغاية من ذلك المكان سمع النداء، والمنادي هو الله عز وجل. قال ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين، لو كان معناها موسى يسمع الكلام ممن؟ من الشجرة، لكانت هي القائلة أنا الله، وهذا ممتنع قطعا. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. معناها قول فرعون أنا ربكم الأعلى لو كان الكلام مخلوقا لكان هذا القول صدق، لأنه من كلام فرعون، يقول لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عنده مخلوق قد قاله غير الله، قياسا على كلام الشجرة، قياسا على كلام الشجرة بالضبط. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون سبحان الله، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. ثم قال فإن قيل، فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، لو قال أحد أورد قال إنه القرآن هذا قول رسول كريم، سواء كان المراد جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن الكلام ليس من كلام الله بل هو كلام جبريل، وهو قول جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الرسول أحدثه أو جبريل أحدثه أو محمد أحدثه، بماذا يجاب عنه؟ شكون ترأي؟ يعني يعطيني إجابة. لو قيل إن هذا القرآن ليس كلام الله وهو كلام جبريل أو محمد أو النبي،
استدلالا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، فكيف يجاب على الآية الأخرى في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو أنه قال هو وحي. لا مش جواب عن هذه الآية بالذات، إنه لقول رسول، إنه لقول رسول أضاف القول إلى من؟ إلى الرسول، يعني ليس المقصود القرآن هنا، إنه أي القرآن. فكيف أحسن تبليغ، نعم. ولذلك قال ذكر الرسول معرف، معرف أنه مبلغ عن مرسل، المقصود هنا يعني إضافة الكلام إلى الرسول على أنه مبلغ. نعم تفضل أخي الكريم. من باب اللغة هذا الاحتجاج اللغويين احتجوا عليه، بالنسبة لنحن الحجة في أنه لقول الرسول الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالكلام غير القول، لأني أستطيع أن أنقل قولك. نعم أنقل قولك. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقول رسول كريم، عندما ثبتت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم جاز نسبة القول إليه لأنه صادق وينسب القول لله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. أما سؤالكم فهو سؤال معطى لغوي وشرعي في نفس الوقت، صعب أنه يجيب عليه الإنسان مباشرة. فهمت إرادتك؟ أنا قلت أنا ذكرت نفس إرادة الأورادة بن العز، إن قيل قد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، نعم. وهذا يدل على أن القرآن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد، فما الجواب؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه، هذا الجواب، نعم. أو يعني أن يقال أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذه الآية، نعم. أو إن هنا القول بمعنى أن القول يعني إضافة القول إليه بمعنى أنه مبلغ. مبلغ عن الله. أنت عندك حاجة اعتراض عن لا لا لا. مبلغ؟ عندك إشكال في هذا؟ جزاك الله خير. أنت أضفت لنا دليل آخر وهو قول ولو تقول عليه أحسن. نعم أحسن. ولذلك ذكرها ابن العز، قال في تكفير من قال إنه قول البشر. نعم. قال فما فزعم أنه كلام، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا معناها بعض الأقاويل أخذنا منه نعم باليمين، فهذا معناها تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معناها أخفى شيء لأخفى قوله تعالى لا خطأ لا وتخفي في نفسك والله مبين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي شيء ولم يزد شيء ولم يتقول على ربه تبارك وتعالى. إذن ذكر الرسول هنا بمعنى إنه مبلغ عن مرسله، عن مرسله وهو الله عز وجل، وليس أنه أنشأه من جهة نفسه. نعم. إذن قال ثم بعد ذلك يقول الشيخ في الصفحة 283 يقول وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيره من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن الكلام أو كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع القرآن أو نوع الكلام قديم إلى آخره. ثم قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع. الشيخ يقول لو الناس تركوا على الفطر يعني دون قبل أن يظهر هذا الخلاف أو هذه المقولات أو هذه الإشكالات، لو جاءت الإنسان معناها خلو الذهن عن كل هذه الإشكالات وقلت له هل القرآن كلام الله فإنه سيجيب بنعم. حتى الآن عامة الناس معناها يعني يقولون كلام ربي ويقرون ويسلمون بهذا الأمر وأن رب سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وتكلم بهذا القرآن، يعني استدلال بالفطرة السليمة والعقول المستقيمة. ونقل بعد ذلك كلام طيب للشيخ أبي حنيفة رحمه الله، قال في الفقه الأكبر فإن قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ. وجدتوها الشاهد هذا في الصفحة يعني نسخة العادي 284. قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي منزل، وعلى النبي منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق.
إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم بعد ذلك قال: ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال وأن الله نادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموه إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم. يعني الرسل أنبياء الله والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ قول الله تعالى وحين يستدل بالآية وحين يبلغ الآية عن ربه، معناها لم يقل للصحابة ولأمته أن هذه معناها الكلمات أو أن هذه الآيات مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، بل الذي أفهمهم إياه لأصحابه أن الله نفسه هو الذي تكلم سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى، يعني هذا الأصل وهذا المعنى اللي فهمه الصحابة وهذا اللي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فالكلام قائم به سبحانه لا بغيره، وهو الذي تكلم به سبحانه وقال كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم، قالت في نعم في الحديث البخاري، قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، في الحديث البخاري. أرادت معناها هضم حق نفسها، تواضع منها، أو قالت إن الإفك الذي تعرضت له كان غاية ما كانت ترنو إليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها، أو أن يلهمه الله براءتها، أو أن تتبين بالحجة براءتها. لا أن ينزل. نعم، كان هذا غلط. قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر، يعني هي كانت تحتقر نفسها، والله عز وجل أكرمها، والله أقر عينها ببراءتها، بل سمعت براءتها وهي حية في حياتها، وقد ابتليت وعمرها 12 سنة بهذا الإفك وهذا البهتان. 12 سنة بنت في هذا السن أو امرأة في هذا السن، معناها تكثر فيها الأقاويل شهرا في المدينة، معناها حتى لاحظت تغير النبي صلى الله عليه وسلم معه، كان يسأل يدخل كيف أتيكم ويخرج كيف أنتم وكيف حالكم فقط، لا يزيد على ذلك. فأشعرت بشيء إلى أن علمت بالخبر، فمعناها كاد قلبها وكان قلبها يتفطر بالبكاء. ثم بعد ذلك قالت: وكان ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، فأنزل الله آيات مباركات تتلى في محاريب المسلمين إلى قيام الساعة، فيها إقرار وإثبات لبراءتها. الشاهد أنها قالت أن يتكلم الله، فالصحابة فهموا أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، ما عندهم إشكال، مسألة متقررة عندهم. نعم، ولو كان من ذلك، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أنا حين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول أن يتكلم في، أو يسمع الصحابي يقول الله تعالى تكلم بكذا ونحو ذلك، لم ينكر عليه ولا مرة، قال إنهم لا تقولوا هذا الكلام فإنه موهوم، فإنه يلزم منه لوازم باطلة، فإنه كذا، لم يبين أبدا. فدل على أن هذا هو الأصل وهذا هو المعنى الظاهر، أن الله تبارك وتعالى يتكلم. ثم قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول. يعني الشاعر المعتزل يقولون متكلم يقوم به، متكلم لا يقوم به القول. الله كما قلنا هم يقولون إضافة تشريف، قرأت كلام الله إضافة تشريف، وأن الله يتكلم ذلك الكلام لا يقوم به سبحانه، وإنما خلقه في الشجرة كما في الآية. قال: هذا لا يعرف لا في العقل ولا في النقل، والكلام إنما قام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، فلا يثبت صفة غيره. فإنهم إذ قالوا يعلم، لا يعني يحب يقول ابن بلعز: إذا كنتم حذر التشبيه والتمثيل فررتم من إثبات صفة الكلام، خلاص لا تثبتوا أي صفة لك، منتهين. أليس تثبتون العلم؟ يقولون إيش؟ بلى نثبت صفة العلم. طيب أليس المخلوق يعلم؟ بلى يعلم. طيب أليس في إذن في ذلك ماذا؟ تشبيه، مماثلة أو حذر، أو معناها ربما قد يؤدي ذلك إلى تمثيل أو تشبيه، إذن لا تثبت العلم أيضا، وهم يثبتون العلم. فنقول لهم، قال: فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا، سيقولون يعلم الله ومن صفات العلم لكن ليس كعلم المخلوق. قال: قلنا لهم ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات. هذه القاعدة تريحك معنا. الله عز وجل يعلم، هم يثبتون العلم ويثبتون السمع ويثبتون صفة البصر والحياة والقدرة إلى غير ذلك من الصفات، فيثبتونها. فلو معنى أثبتتموها، هل هي مشابهة
في اتصاف الله بها لاتصاف المخلوق يقولون لا، بل الله عز وجل يتصف بها لا كاتصاف المخلوق، فنقول لهم كذلك الكلام يتصف به لا كاتصاف المخلوق، نفس القاعدة. نعم نعم. ثم جاء دليل آخر الشيخ قال: وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ معناها هم قالوا متكلم لا يقوم به الكلام، فقال: وهل يعقل حي لا تقوم به الحياة؟ هذا كل معناه إرادا عليه. ثم قال: وقد قال الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وفي الحديث الآخر: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وفي الحديث الآخر: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. وفي الحديث الآخر: أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به مخلوق؟ هل يعقل؟ الاستعاذة قال بكلمات الله، نعم، واستعاذ برضاك صفة لله عز وجل، والقرآن صفة لله عز وجل. هل يستعيذ المستلم بمخلوق؟ أبدا. فكذلك إذن الكلام ليس بمخلوق، الكلام صفة لله وليس بمخلوق. ثم جاء دليل آخر قال: وليس، قال: ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. لو كان الذي في المصحف ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. معناها كونه هذا دليل، معناها اشتراط الطهارة لمس المصحف، هذا دليل على أنه كلام الله عز وجل، لأنه لو كان كلام مخلوق، كلام مخلوق لما اشترط الطهارة لمسه. ثم قال: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر في الشاهد الذي تقدم معه. تفضل. في تعليق للشيخ بن باز رحمه الله في المسألة قوله: المحدث فيه تسامح، لأن المحدث لا يمنع من قراءته. شو بل يقرأه؟ وين محدث؟ وين قوله في المحدث؟ محدث ولا محدث؟ المحدث الذي أحدث أي تقضى. نعم. ولو كان في ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. نعم نعم. استدراك فقهي. نعم. يستدرك الشيخ بن باز رحمه الله يقول: قوله المحدث فيه تسامح، لأن المحدث لا يمنع من قراءته بل يقرأه المحدث عن ظهر قلب، وإنما هو على الجنب فقط، والحائض والنفساء في قلب. يمسه المصحف فيحرم على الجميع، فكلمة يحرم على الجميع، فكلمة المحدث فيها تسامح. نعم فيها تسامح. يعني هذا استدراك فقهي، ولا يعني هو مثال ساقه المؤلف، والشأن لا يعترض، والشأن لا يعترض المثال، مثال لا يعترض عليه، إنه هو معناها إن كان فيه ملاحظة فقهية، لكن أن تفهم على الأقل هو يحرم على الجنب مسه. المسه إيش؟ الجنب يطلق عليها محدث حدثا أكبر. نعم نعم. فالتعليق يمكن في غير محدث. صحيح. إذا كان يقصد المحدث حدث أصغر ففيه اعتراض أو فيه معناها استدراك. مادام ذكر قال الجنب. هو قال لما حرم على الجنب والمحدث ثم عطف لا يكون معناها، لو كان يقصد حدثا اكبر لكان تكرار. طيب قال رحمه الله: والقران في الاصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، مثل قوله تعالى: وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر القرآن ويراد به المقروء. هذه مسألة اشتقاقية دلالية. يقول: لفظ القرآن مصدر، أحيانا يعني يذكر ويراد به القراءة في مواضع القراءة، يعني فعل القراءة، وأحيانا يراد بالقرآن المقروء، الآيات المقروءة أو النصوص المقروءة، مما يدل لمعنى القراءة قول الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود إن قراءة المسلم وقت صلاة الفجر قراءة مشهودة، إن فعل القراءة المراد، ومثله قوله تعالى: زينوا القرآن بأصواتكم، أي القراءة. القراءة نعم حسن، أي القراءة. قال: وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
من الشيطان الرجيم. هنا المراد المقروء أي الآيات وليس فعل القارئ. وقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. طيب أيضا من أدلة القول بأن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل تكلم به قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو قال لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه على الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، الأصل معنى حمل الكلام على ظاهري، على ظاهري معنى أن حتى يسمع كلام الله يعني الكلام الذي تكلم به الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. إذن قول الطحاوي منه بدأ، فمن الآن لماذا جاب العبارة هذه؟ قالوا القرآن كلام الله ثم سكتش، قالوا منه بدأ ردا على من؟ على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن يعني لم يبدأ من الله، هو معناها القرآن ليس قائما بالله عز وجل، الله تكلم به لكن ليس القرآن قائما به، أراد أن يفند هذا المعنى. قال وإنما قال منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فلذلك قال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به سبحانه، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، لا من الشجرة ولا من غيرها. قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم ثم قال وما وإليه يعود، تحاول قل وإليه يعود يقصد أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. ثم قال بلا كيفية، قلنا إن المراد هنا بلا كيفية أي أننا أحسن أي أننا لا نعرف كيفية تكلم الله عز وجل به قولا. قال وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، نعم الملك يعني جبريل عليه السلام، فسمعه الملك جبريل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك أيضا إثبات صفة العلو لله. كيف استفاد الشيخ صفة العلو من هذه الآية؟ نزل. نعم. طيب قال وقد طيب أنت تقول نزل، هناك من يورد على هذا أيضا إيراد فيقول إن إنزال القرآن مثل إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. طيب أنت تقول القرآن نزل تقول النزول يدل على علو الله. طيب الله يقول في الحديد معنا وأنزلنا الحديدة. نعم فبماذا تجيبون؟ ربما لفظ أنزلنا له معنى آخر، نزل به الروح الأمين. نعم نزل به الروح الأمين أي هذه الآية اللي استدل بها العلماء على علو الله أن النزول يكون من علو. طيب قاله أورد آيات أخرى ما مثل إنزال الله للمطر معناها وإنزال الحديد. الجواب قال إن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. نعم قال في الحديد ما فماش وأنزل الحديد من عندنا مثلا، وإنما القرآن يعني فيه القرينة هذه ذكر أنه من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله، فهذه القرينة الإضافية معناها فيها بيان أن هذا مقصود معناها بيان استدلال بالعلو. وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن ديما إنزال القرآن في أغلب المواضع يأتي
ماذا معناها مذكور فيه القرينة هذه، وهو أنه منزل من الله تبارك وتعالى. وأما إنزال المطر فإنه مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن الصحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، لا في من السماء ولا من الله، بل مطلق. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أشوي. إذن قال والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. هذا المقصود بالإنزال، مش ربي نزل سبحانه وتعالى من السماء أنعاما أو من السماء حديد، إنما المراد بإنزال الحديد قال إن الحديد يكون في سفوح الجبال فيكون إنزاله من هناك، والسفوح عالية عن الأرض، فهناك إذا فوقية وعلو. قال وقد قيل إنه كلما كان معدن الحديد أعلى كان حديده أجود. وبالنسبة للأنعام مقصود بإنزالها أن الأنعام تخلق بالتوالد الذي يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا قال أنزل ولم ينزل، يعني أنزل ولم ينزل، يعني الإنسان أو الحيوان أو البهيمة. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض، هذا معنى آخر. الإنزال يكون مقصود أنه ينزل من الرحم إلى على وجه الأرض وعلى سطح الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن، معنى الفحول الذكور يكون أعلى، ما يكون فوقها. فهذا معنى الإنزال، أنه إنزال الماء. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، وأنزل لكم من الأنعام هنا لبيان الجنس أصلا وليس معناها معنى آخر، والثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ثم رجع إلى قول الطحاوي رحمه الله قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، مراد أن الله المؤمنين صدقوا القرآن الكريم وصدقوا أنه من عند الله عز وجل حقا وأنه كلام الله حقا. وهذا هو قول الصحابة والتابعين لهم وهم السلف الصالح، وإن هذا حق وصدق. ثم قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هنا ذكر مسألة أنه معنى قائم واحد قام بذات الله لم يسمع منه، مسألة الكلام النفساني نتجاوزه. قال ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعض المعنى؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، يعني موسى عليه السلام حين كلمه ربه تبارك وتعالى، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى؟ لأنهم يقولون معنى كلام الله، ما سمعش كلام الله، سمع المعنى أو عبارة عن كلام الله. فموسى عليه السلام سمع الكلام كله ولا سمع معناها بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. موسى لم يسمع جميع كلام الله حين كلمه ربه، وإن قال سمع بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله وأنزل إليه شيئا من كلامه يتبعض، لأن الكلام النفسي لا يتبعض، وأما الكلام الحقيقي فإنه يتبعض. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلام الله أو بعض كلام الله؟ فإن قالوا إنه جميعه فهذا مكابرة. يعني لماذا هو يورد عليهم هذا؟ لأنهم عندهم إن القرآن معنى قائم بالنفس، القرآن عند المؤولين معنى قائم بالنفس، فالله سبحانه وتعالى معناها لم يعني الأنبياء لم يسمعوا منه حرفا ولا صوتا، بل هو معنى قائم بالنفس، معناها أوحاه الله إليهم وفهموه ثم عبروا به بعبارتهم. هو يرد عليهم هذا الإشكال، يقول كلام الله مثلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معناها هل الملائكة حين سمعوا كلام الله حين كلمهم الله سمعوا الكلام كله ولا بعضه؟ إذا قالوا سمعوا جميع كلام الله فقد كابر،
وإذا قالوا سمعوا بعضه يعني هذه العبارة فقد فإنهم يقولون بالتباعض وهذا يحيل قولهم إنه معنى قائم بالنفس. إذا قالوا إن الكلام يتباعض فهذا ينقض قولهم إنه معنى قائم بالنفس. هذه عبارة ابن أبي العز. ثم قال هذا هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قالوا جميعه فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. ثم بعد ذلك ذكر أيضا من أدلة القائلين بالكلام النفسي استدلالهم بقول الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقال هذا استدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد خبر أحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه أصلا مصنوع ومنسوب إلى الأخطر وليس هو في ديواني المطبوعة بين أيدينا اليوم هذا البيت. الآن يعني يقوي نبرة الكلام يعنفهم في القول الآن، يقول يعني الذين يقولون إن القرآن كلام الله ويستدلون بنصوص صحيحة متفق عليها بعضها ومقبولة لدى الأمة أجمعت على قبولها وتلقيها بالقبول والعمل بها، ثم هم يعني يردونها بأنها أخبار أحد يعني رواية فرد تفرد برواية واحد في طبقة من الطبقات أو في أكثر من طبقة. قال فكيف وهم يستدلون ببيت شعر وقول واحد أيضا شعر هذا شخص وهذا استدلال أيضا بخبر واحد اللي هو الأخطر، فضلا عن أن هذا البيت لم يثبت عن الأخطر، قيل ليس في ديوانه وقيل إنه مصنوع منسوب إليه معناه موش من كلامي أصلا. ثم وقيل إنما قال الأخطر إن البيان لفي الفؤاد وهذا الأقرب إلى الصح، معناه يقول هو الآن يذكرك رواية أخرى للبيت، قال إن الكلام لفي الفؤاد، قيل إنه قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا صحيح، البيان في فؤاد العبد، قال وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز استدلال به حتى ولو صح هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد. هم يقولون كلام نفسي، ومنهم قول الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال فلا حتى على فرض صحته فإنه لا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام، النصارى هو النصراني الأخطر، والنصارى عندهم ضلال في مسألة الكلام، فإنهم زعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله وقالوا باتحاد اللاهوت بالناسوخ إلى آخره. ثم بعد ذلك أيضا أورد عليهم إيران، قال وهذا المعنى غير صحيح الكلام النفسي، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما. الأخرس لو قلنا إن الكلام في الفؤاد، إن الكلام لا في الفؤاد، الأصل أن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان دليلا عليه، وإلا في الكلام في الفؤاد، ولذلك الكلام كلام نفسي في الأصل، لقلنا إن الأخرس متكلم وأن جميع يردون هذا، معنى شكون يصدقك لما تقول الأخرس متكلم؟ قصد معنى المعنى يترجم إلى كلام، فالمعنى يبقى في الصدر وفي الفؤاد. نعم والكلام هو الذي هم يقولون بالكلام النفسي استدلالا بهذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد، فالكلام يكون في فؤاد الإنسان يعني في نفسه، ومنه كلام الله كلام النفسي. قال أجابهم بعدم صحة نسبة البيت للأخطر وبكونه نصراني وعندهم ضلالات في مسألة الكلام، والثالث قال إن الأخرس يلزم من قولهم هذا إن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. حب يقول رأي مسألة الكلام رأي ماش سهل، مش احنا طوف جرة قلم سنحسم الخلاف لقرون دام، ولكن هو أشار إشارات وذكر بعض الأوجه التي رد بها على قولي القائلين بالكلام النفسي والقائلين بخلق القرآن. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم الحديث عند مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كان صلاتنا كلها باطلة. أحسن. لا شكون يعطينا وجه الاستدلال؟ شيخ شيخ صاحبنا. نعم. شيخ أعطينا تعرفش وجه الاستدلال من هذا الحديث على الرد بالقول الكلام بالكلام النفسي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مفهومه أن هناك كلام ليس كلام الناس وهو كلام الله سبحانه.
لا مش هذا. مفهوم يعني استدلال يقول هذا القول يقصد كلام النفس أن الكلام في النفس. يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس النفسي يعني. لا مش لا الناس لو تكلموا في الصلاة بغير حاجة ولغير مصلحة الصلاة صبطلت. لو تكلموا إذن الكلام حروف وأصوات. هذا قوله. معناه الكلام رأوا معناه مش في النفس، لأن الإنسان معناه ما يضمره في نفسه هل يبطل الصلاة؟ لا لا. إذن الكلام ليس النفس وإنما الكلام نطق معناها حروف وأصوات. ولكن شيخ أمانة تفضل. الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين الليل لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له. ما الحديث؟ طيب أنت قلت ولكن استدراك أي شو حدث فيه نفسه يعني صليت ركعتين وفي نفسك ما بديش تحدث في نفسك مثلا تخمم في العالم جاء بالإضافة حدث نفسه فهو حديث النفس. حديث النفس بالإضافة. أما الكلام يطلق مطلقا الكلام هو ما نطق به اللسان. الله مش تعارض بين هذا الحديث والذي ذكرته، إنما المقصود استحضار القلب وعدم تحديث النفس. لا الاستدلال في المسألة في الحديث لا يرى مذكور باب الفقه إنه يصلي ركعتين من باب إنه يغفر سبحانه يغفر له ذنوبه. معناه هون مش حد مش حد حديث نفس في نفس مش كشوف لا المقصود فيها في مسألة التوبة لك عذين توبة يتسمى ذي إنه توب فيها من ربي سبحانه وذكر أهل العلم على أساس إنه توب الرب سبحانه فيحدث بالذنوب لعملها كل يا ربي اغفر لي هذه المسألة بعيدة عن هذا الموضوع. بعيدة لا مش في الاستدلال أصلا. نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب الشيخ بعد ذلك يقول ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. كفر لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق سواء كان ملكا أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. إذن الكفر يعني منكر أن القرآن كلام الله هذا لا يختلف فيه اثنان. والقرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى. الطحاوي يقول لا يشبه قول البشر، كلام الله عز وجل لا يشبه البشر قول البشر. ورب سبحانه وتعالى تحدى معناها العرب وتحدى المتلقين والسامعين أن يأتوا بمثله. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عندي الله عز وجل. يعني القرآن لو لم يكن كلام الله هل يتحدى الله به العرب؟ فأتوا بعشر سور مفتريات. نعم نعم سبحان الله. يعني وجه الاستدلال تعجيز، مقصود تعجيزهم أن يأتوا بمثله. لماذا لن يستطيعوا؟ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فتعجيزهم لأنهم من لدن حكيم عليم سبحانه خبير. فالله عز وجل لا يشبه كلامه كلام البشر، والله عز وجل أصدق معناها حديثا وأصدق قيلا. فتحدي معناها لا يكون له معنى لو كان الكلام ليس كلام الله، ولو كان معناه كلام بشر أو كلام الشجرة أو كلام مخلوق من المخلوقات لا يكون معناه لهذا التحدي معنى. قال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. قال فهذا أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، من جهة المعنى ومن جهة النظم أيضا. يعني لو قال لك واحد نعم ربي تحدى لأنهم لن يأتوا بمعنى مثل معاني القرآن، فيجاب عنه بأن القرآن معجز في المعنى ومعجز أيضا في المبنى في اللفظ، حتى اللفظ معجز لا يمكن أن يأتوا بمثله. قال هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعل ما نقول موافقا لمرضاته تبارك وتعالى. وقفنا إذن أيها الإخوة حطوا علامة عند قوله والرؤية حق لأهل الجنة. هذا المبحث يعني مستقل يحتاج إلى إفراد الكلام عنه حتى تكون وحدة معنوية. نبدأ به الدرس القادم بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.